سامي محمود حسين عنده ورم في القولون وتم استئصال القولون. سامي مش بيشتغل وعنده 4 أولاد لسه بيتعلموا، كان محتاج مشروع يساعده على ظروف المعيشة. الحمد لله مؤسسة واحد من الناس قدرت تساعده وتعمل له مشروع بآلة اللي هو كان محتاج له. تعالوا نشوف سامي أخباره إيه. شغال وعنده 4 أولاد مدارس، فسمعت عن الدكتور عمرو في التلفزيون، اتفرجت على الحلقه بتاعته ورحت قدمت ورق في هناك المؤسسه بتاعته ومؤسسه واحد من الناس، وخدوا مني الورق وهنعمل لك مشروع. والنهارده جاي استلم البضاعه عشان اعمل مشروع، عشان اعرف اصرف على اولادي، فيهم 3 بيتعلموا وبنت صغيره، وبحاول يعني اصرف عليهم وباخد معاش خدمه اجتماعيه 415، مش عاملين لي حاجه. بشكر مؤسسه واحد من الناس والدكتور عمرو الليثي. احنا النهارده موجودين عشان بنسلم مشاريع بقاله ايمانا بدور المؤسسه وخدمتها للناس، فتح باب رزق جديد، تشغيل شباب، ولسه مستمرين مش بس في القاهره لكن في محافظات مصر كلها.